موريتانيا تعلن التوصل لاتفاق نهائي مع دولة الكويت لتسوية ملف ديونها المتراكمة منذ عقود، حيث تقول الحكومة إن تراكم المديونية الكويتية كان له تأثير سلبي على مصداقية الدولة، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الاستدانة. وتراكم هذه المديونية وبقى الملف عالق لأنه المبادرات لم تطله، وبقي عالق رغم العلاقات المتميزة اللي تربطنا بدولة الكويت الشقيقة. ويا غير أثر هذا الملف حقا، هذا الدين العالق أثر على 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 مصداقية الدولة، وخاصة على مؤشرات الاستدانة اللي خرصوا الممولين وعرفت بالدين النائم. الديون الكويتية وصلت مرحلة صعبة من الناحية التقنية، فرضت على الدولتين اللجوء إلى تسوية سياسية لحل الأزمة، يقول وزير الخارجية. في النهاية قضية المديونية مع الكويت وصلت إلى ما يسمى تقريبا شبه مأزق من الناحية التقنية، اللي ما خالق جانب منها تقني ما فات ندرس ونعرفت الطرق اللي تقد تؤدي ليه، كان لازم لها من حل سياسي، وذاك الحل السياسي كان يقد يجي إلا بإرادة سياسية. وتتمثل تسوية الديون الكويتية بإعفائها 95% من الفوائد، وتحويل نسبة 5% الباقية إلى استثمارات محلية، وتسديد أصل الدين في أفق 20 سنة القادمة. ورغم المحاولات السابقة التي بذلت الحكومات المتعاقبة لتسوية الملف الذي يوصف بالشائك، إلا أنها لم تتوصل لتسوية المديونية. ويعود ملف الديون الكويتية إلى سبعينيات القرن المنصرم، والمتمثل في قرضين ووديعة لدى البنك المركزي الموريتاني، حيث بلغت قيمة القرض الأول 46 مليون دولار كانت لتعويض مساهمة شركة ميفرما، والقرض الثاني البالغ أزيد من 4 ملايين خصصت لتغطية حصة شركة سنيم من رأس مال شركة سامية، بينما كانت الوديعة بقيمة 36 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي الدين إلى قرابة 83 مليون دولار، والذي تمت معالجته وتوقف تسديده قبل حوالي 30 سنة.